حلقتنا بالتابع والحلقه سبيسيال اليوم. نادين اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. اشتقت لي وانا اكثر. ونحن اليوم الحلقه عن مبادئ الاتيكيت في الاسلام. صحيح. او مبادئ حسن التصرف واللياقه في الاسلام. صحيح، لانه اول شيء تنعاد على الجميع وينعاد على المسلمين جميعا، وهيدا شهر فضيل وفي كثير امور. انا فعلا يعني نحن ومسابقه نحن في صيامين مع بعضنا. صحيح. ولكن مع بير فريد نحن غطينا مبادئ الاتيكيت في المسيحيه، فحسيت انه يمكن هيك شوي اذا كان رح اتطرق. وطبعا هي لفته، هي منه درس دين، هو يعني انا بتامل من كل الاشخاص اللي فقهاء في هيدا الموضوع انه يسامحونا على الأخطاء إذا كان فيه، لأنه فعلا هو موضوع عميق. ولكن أنا جربت قد ما بقدر أنه أعمل مقارنة بين هذه المبادئ يلي موجودة في الدين الإسلامي، لأنه الدين هو كمان عبارة عن سلوك وعبارة أسلوب عن حياة. أسلوب حياة صحيح ومفصل في هذا الإطار. فأنا الأشياء اللي رح أحكي عنها ليست حصرية، إنما فقط بالأشياء يلي يمكن نحن كمان بتواجهنا كل يوم. طبعا الاتيكيت هو مبدا او علم وجد 2500 سنه قبل المسيح، يعني حتى قبل اليهوديه او الديانات الموحده مثل ما نحن بنعرفها. ولكن المبادئ هي ذاتها، وكثير ارتكزت هذه المبادئ على مثل ما قلنا دائما بنرددها، الاحترام والصدق والشعور بالاخر يلي هن بصلب هذه الديانات، يعني بأساسها بأركانها. ما فيك تحكي على أي دين إلا ما تقول الاحترام والصدق والشعور بالآخر في كل المجالات اللي نحن بنبني عليها هذه القواعد. إنما السلوكيات ممكن تتغير، وهذه السلوكيات مش غلط أبدا إنه نحن نقدر نشوف كيف بتتفق مع هذه يعني هذه القواعد. هلأ ناس في ناس كتير بتقلي طب بس إذا أنا كنت بهذا الإطار، يعني أنا في إجمع باثنين، إمتى الإتيكيت نحن بحاجة لإله إلي؟ وقت بيكون في اختلاف، وقت اللي بيكون نحن مختلفين مع أشخاص مش من ذات الدين، مش من ذات العادات والتقاليد، مش من ذات البلد. وطبعا العولمة يلي هي فتحت الناس على بعضها، هون صرنا نقول آه لا يمكن أنا طب كيف بدي أتصرف إذا رحت على اليابان، إذا رحت على أمريكا، إذا رحت على فرنسا بدون ما أجرح الآخرين. فهون بندخل نحن في إطار الإتيكيت، لأنه الإتيكيت هي التصرف إذا بدك الإنساني. نحن يعني كعالم كامل كيف فينا نتصرف بشكل أنه نكون عم نرسخ هذه المبادئ وين ما نوجدنا. حلو. بالإسلام طبعا صنف في الاتيكيت في المجتمع، الاتيكيت باداب العمل، الاتيكيت بمعامله الوالدين يعني الخاص، ومن ثم تناول الطعام. هدول اربع اشياء بدون برجع بقول مش على سبيل الحصر انما على سبيل المثال، هي كان فيها مبادئ معينه. في عندك المشي في الطريق، ففي قاعده بتقول انه اللي ماشي على الطريق اذا لقى حدا جالس بيسلم. السلام شغله كثير ضروري، وانا هيدي اختبرتها بسويسرا. بسويسرا اذا انت ماشي ومرق حدا من حدك بيسلموا على بعض بدون ما يكونوا بيعرفوا بعض، يعني وكانه انا داخل على سلام، يعني نحن في سلام بيناتنا. وهيدا مبدا كمان بمبادئ الاسلام. في عندك عدم ايذاء شعور الاخرين، اذا كان في ثلاث اشخاص موجودين ما بقدر انا بس وجه حديثي لشخص واحد وانبذ الشخص الاخر، لانه هيدا الشيء ممكن يخرق او يزعجه او يحزنه، فهيدا كمان مبدا لازم الانتباه له. في شيء اسمه وقت ان احنا عم التحية كتير حلو، لأنه التحية إلى مركز بالإسلام، يعني إلى قاعدة كتير مهمة. التحية مش لازم أبدا أي حدا يتجاهلها، ولازم نحيي قبل بدء بالكلام. فإذا دخل حدا علينا يبدأ بالسلام وليس بالكلام مباشرة. أنا ما فيني فوت على محل وأقول له شو عندك هيدا أو فرجيني هيدا، لازم بلش دايما بالتحية أو السلام. اختيار نبرة الصوت، الصوت الهادي هو اللي بيبعث الطمأنينة في الآخرين، فلذلك يجب الابتعاد عن الصوت العالي أو النبرة العالية. في شغلة كمان بحب أني ألفت لنظرة،
في مبادئ عن رائحة الفم والتجشؤ بالببليك، كمان بالشعور بالآخر. أنا إذا كنت أكل يعني سوري إذا كنت أكل توم أو بصل، الامتناع عن التقرب من الآخرين لعدم إزعاجهم، وهذا مبدأ تماما من مبادئ الاتيكيت الجميلة. عدم احتكار الحديث، وقت بيكون في مجموعة ما بنحتكر الحديث، قد ما كان حديثنا ممتع يجب إشراك الجميع بهذا الإطار. عدم المبالغة إذا أخطأنا فلنعتذر، الخطأ إنساني، إذا أخطأت بقدر أقول أنا بعتذر حتى في خلال الحديث، ويجب على الآخرين أنه يقبلوا هذا الاعتذار. تجنب المجادلة، تجنب قطع الحديث، هدول كلياتها طبعا نحن بنحكي فيهم، ولكن هي كمان موجوده في الاسلام. عدم النميمه، وهيدي شغله كثير مهمه، عدم نشر صعبه تتطبق ايه، وشوف شوف الاحلى من هيك، عدم نشر او نقل اي معلومه او اي خبر قبل التاكد من صحتها. شوف قديش مهمة، وهلأ بالسوشيال ميديا نحنا شو اللي أكتر شيء عم بيكون عنا مشكلة فيها، يلي هي الفيك نيوز، يلي هون كمان صار الحديث فيها. التعامل مع كبار السن طبعا هيدا موضوع كتير حلو، ما بقدر أني اختزله بثلاث كلمات، ولكن دايما الكبير له الأفضلية، لازم دايما نحترمه، لازم دايما نعطيه أهمية، لازم دايما نحرص على أنه هو بشكل جيد، لأنه هو صار إذا بدك العنوان تبع يعني نحن لازم نشوف حالنا فيه، مش ننبذه، مش نتركه، مش نقهره، بالعكس تماما المسن له كتير أهمية بهذا الإطار. التعامل مع الجيران يجب أن نجيب له نهدية، يعني عن جد إلي هلأ هيك يعني وقت اللي انا عم بحضر هذه الحلقه كثير استمتعت فيها، انه نحن وقت بنقول بالاتيكيت وقت بيجي جيران جديد شو لازم تعمل، تاخذ لهم هديه، بتسلم عليهم، بتعرف حالك عن حالك، الجار قبل الدار، قديش هيدي طبعا يعني مقوله كثير شهيره، الجيران تحفظ لهم اسرارهم، تدلهم على الخير لهم، اذا سالوك باي اطار تدلهم على الخير. هلا رح اتناول كمان موضوع كتير شائك وكتير بنسأل عنه، خصوصا في إطار التدريبات اللي نحن بنقوم فيها، يلي هي تناول الطعام. فأنا رح أحكي عن طريقتين، الطريقة يلي بنسميها نحن الأوروبية والطريقة الأمريكية يلي بتقدر تستعمل في الإسلام. ليه عم بقول هيك؟ لأنه هي ما خلقت للإسلام، يعني ما خلقت لأنه في إذا بدك كانت بهذا الإطار بهذه الروحية. ليش إجت؟ ليش انخلق طريقة نحن بنسميها أمريكية؟ لأنه وقت اللي إجوا الأوروبيين على أمريكا، على القارة الأمريكية طبعا هن الإسبان اللي مفترض لحتى يميزوا نفسهم الأمريكان عن طريقة أكل الأوروبيين، ويقولوا أنه لا نحن الأساس أو نحن مختلفين عن هذه الأشخاص اللي موجودين، صاروا يأكلوا بطريقة بالقلب. إجا الإسلام وقال ممنوع أنه نحن نأكل بإيد الشمال، فأنا لح أعطي طريقتين لو سمحتوا هلا هيك، يعني الطريقتين تنعرف شو الفرق بيناتهم. اولا طبعا على المائده دائما اول ما بنقعد بنحط الفوطه لنقول نحن صرنا حاضرين للاكل. السوب او اي شيء فيه ليكويد فيه سائل طبعا بده يتاكل بالملعقه، اذا كان نحن ناكل هي بالاساس لازم تتاكل بايد اليمين، ايدنا الثانيه دائما لازم تكون فوق الطاوله، وكثير صحيه وكثير سهله، يلي هي نحن ما بننفخ على الطعام، يعني التنفيخ على الطعام منه جيد، انما بنقدر نحرك شوي الطعام على سطح الماء، على سطح الشوربه، بنقدر بدون ما نعمل اي صوت بناخذ على سطح الشوربه، بنمسح السائل يلي ممكن يكون موجود هون وبناكل بهذه الطريقه. ليش؟ لانه هيدي المسافه بتبرد الاكل، فبهالطريقه بنكون نحن اكلنا بدون ما نعمل اصوات، الاصوات على المائده مش مسموحه اطلاقا باي مجال باي مكان، ممنوع لا ترتقى هيك
ولا نحن وعم ناكل، نحن هيدي هي اللياقه، الصوت الذي لا نصدره ونحن ناكل. فاذا من بعد ما نخلص نقدر نحط الملعقه بالصحن، او اذا كان عندنا كان له صحن ثاني يعني مثل هلا هيدا فينا نحطها هون، وبيجي الناذر وبياخذ هذا الطبق. طيب نادين، اذا واحد يعني بيشتغل بايده الشمال يتعود، بده يتعود على اليمين؟ على اليمين، لانه هي امتى بتتعود بالاكل؟ انا مثلا كمان عسرويه، بس هي عادي يعني. انت وقت اللي بتعلم الطفل كيف ياكل من اساسه، ما هو بيستعمل هالطريقتين، هو بيستعمل هالايدتين، صحيح بتاخذوا وقت اكثر بس بيصير تلقائيا، لانه اللي بياكل نحن ما بناكل، نحن بنستعمل ايدنا اليمين، ولكن انت بتاكل بايدك الشمال، كيف تعلمت؟ لانه بالممارسه من انت وصغير تعلمت على الطريقه الصحيحه. هلا وقت بيصير عمرك 40 سنه وبتقول لي بدي اجي اتعلمها، هون صار صعب. فاذا نحن من هيك المبادئ والقواعد تبع الاتيكيت على 8 سنين يجب انه يكون الولد صار يعني اذا بدك متمكن منها. بس هي بشو مرتبطه؟ هي مرتبطه ليش بنصر على ايد اليمين؟ هلا لانه انت لازم تقص بالاول عند الاسلام، لانه يمنع منعا باتا انك تستعمل يد اليسار في الاكل لاسباب يعني مش رح اقولها على الهواء، بس ولكن هن لا ممنوع، مش لا يحبذ، مش لا يستحب، ممنوع انه الواحد ياكل بايده الشمال. فاذا هن صاروا بياكلوا بايده اليمين، مزبوط. الاوروبيين او اللي بياكلوا على الطريقه الامريكيه بياكلوا بهالطريقه. فانت ما سالت حالك، نحن بنستعمل ايدنا اليمين، معظم العالم تستعمل ايدنا اليمين، ولكن الطريقه الاوروبيه بتستعملها بالقلب، بتاكل بالشمال، صح ولا لا؟ الشوكه بالشمال والسكينه باليمين، بنقص وبناكل. ها هي الطريقه الاوروبيه يلي نحن معودين عليها، بنريح بالصحن بهذه الطريقه، هيك نحن عم ناكل. نعم، وهيك نحن انتهينا. اوكي اوكي نادين، يعني حتى هون كمان نحن كيف نحط الشوكه والسكينه على الطاوله بتصير مرتبطه بنحن كيف بناكل؟ لا، هي مرتبطه بالاتيكيت. ايه، بالاتيكيت اللي بناكل فيها. ايه يعني اذا في ناس بتاكل بال بالضبط، اذا في ناس بتاكل بالقلب ما بنقلب الشوكه والسكينه. حتى بتضل هي زي بالضبط، هيدا اللي رح اقوله. يعني فاذا الشوكه يعني والسكينه، السكينه على اليمين بالضبط والشوكه على الشمال، والسكينه بدنا نقول انه حرفها الحاد لجوا، لجوا، لانه اذا حرفها لبرا هي فيها عدائيه للشخص اللي حدك. وكثير سؤالك جيد. اذا انا حتى اذا باكل بايد اليمين ما بفوت على المطاعم وين ما كنت بالعالم بلاقي انه قلبين الشوكه والسكينه بهالطريقه. لقلكن ليه؟ لانه هاي ادوات غربيه، هيدي ادوات اوروبيه خلقت بالاساس بالصين، بعدين انتقلت الى اوروبا، ومن هون صارت ادوات اوروبيه. فاذا نحن لازم نعرف نستعملها، ولكن ما بيعني انه هالشيء ما فينا نظبط يعني او نتناغم مع الاديان تبعيتنا. يعني لو كان الدين المسيحي هيك بيقول كمان كلنا قلنا زيت الشيء. نعم، فاذا كيف بناكل؟ فينا نشيل البول السوق نحطه صوبه. اكيد، تفضل صوبه بس تقدروا ياخذوكي. اكيد مزبوط. هلا انا رح اقول لكم بالطريقه الامريكيه، او اذا بدكم نسميها الطريقه كمان الاسلاميه، الشوكه والسكينه بنلقطهم بذات الطريقه، الشوكه بالشمال والسكينه باليمين. منقص، نضع جانبا السكين على حافه الصحن، وبنقلب الشمال على اليمين وبناكل. فاذا هون بنكون جمعنا المفهومين. إذا كنا ببلادنا ببيوتنا بدنا نعملها بالقلب، أنتوا حرين. بس إذا كنتوا بمجتمع وحابين تقولوا إنه نحن بنعرف هذه القواعد، ولكن رح ناكل نحن بما ينسجم مع الشغلتين، فهيدي طريقة يلي هي بنسميها الطريقة الأمريكية، أو إذا بدك الطريقة الإسلامية. بناكل، بنرجع ناخذ الشوكة والسكينة، منقص ثلاث قطعات يعني مش اكثر، ما منقص يعني كل، مش هرم، مش هرم بالضبط، ومش كل الصحن وبعدين بنحطها. وما تنسوا انه نحن وقت بنكون على المائدة، نحن بس المائدة خصوصا وقت بيكون في غدا عمل، بيكون في ناس معنا، بيكون في ناس عم نتعرف عليهم، هو مش للاكل، هو للتعارف. فلهالسبب انا وقت اللي بقص ثلاث قطعات وباكل باليمين، فاذا هون وهيك عم برتاح، وهيك خلصت انهيت الـ 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 الاكل تبعي. فانا بكون وقت انا عم بقص بكون عم بحكي،
وانا وعم باكل بكون الشخص الاخر اللي بيجي هو اللي عم بيحكي، فهي بتصير مثل نوع من البين بون، انا باكل وانت بتاكل وهيك بيكون الحديث على المائده. في بالموائد يلي هي فيها تنوع، اذا كنا نحن بالبيت كله مثل ما بتريدوا، عملوا اللي بدكم اياه، بتحبوا تاكلوا ما بتحبوا يكون في سكينه انتم حرين، بس هيدا في اطار اذا بدك العولمه، اذا نحن حابين انه نكون افراد او اجزاء من هذا الكون، فهيدي كمان نحن عم نقول لكم كيف فيكم تجمعوا بين الدين والاتيكيت. نحن وقتنا انتهى تقريبا، في شيء بدك تقولي عن الكبايه او عن الكبايه؟ الكبايه دائما على اليمين، نحن بنذكر انه الخبز هو على الشمال، خبزنا تذكروا البي ان دي بريد اند درينك، هيدي يلي دائما نحن بنقولها، رح اعطيها هون هيك، هيدا حرف البي وهيدا حرف الدي ببينوا معنا بالضبط، هيدا بي يعني بريد وهيدا دي يعني درينك، بنحط هيك وساعتها ما بناخذ الخبز اللي على اليمين اللي هي بتكون لصديقنا، لا نحن هون الخبز لنا، والكبايه، الكبايه طبعا بنمسكها بهيدا من هالزاويه وبنجرب انه ما نعلم اي شيء، وما بنشرب نحن وعم ناكل، بنبلع بالاول بعدين عم ناكل منعا لانه يكون يصير في اكل بقلب الكبايه، وصحتين. ما ناقصنا غير اكل شيف شربل الطيبين. لا شيف شربل بدي يعمل لنا اكل كثير طيب. صرنا نعرف ناكل على الاصول. صحيح. مع انه سعد ما حط لي صحن يعني. وصيام مبارك وان شاء الله يا رب تنعاد على الجميع. امين. شكرا كثير نادين على هالحلقه. شكرا. الحلوه اوقات اشياء اساسيه وبنفس الوقت بسيطه، مهم انه نعرفها. قد ايه لك بتحكي عن الناس يلي ما بنعرفهم وبيبعثوا لنا واتسابات عمل على الساعه 9:30 نهار السبت والاحد، بس هيك تحيه لهم. انا مرة لا انا بعدهم عم يبعثوا بكل الاحوال. ثاني مره طب هي بعت لهم حلقه من حلقاتنا. بتعرفي شو؟ فكرة هيك رح اعمل، رح فتش عليها هلا او تبعتي لي شي فويس مسج على الاصول نبعته احسن ما نكون معصبين ونخالف الاتيكيت كمان. صحيح. شكرا كثير نادين على الحلقة الحلوة. رح نحكي اقتصاد بعد شوي بتوب ستوريز، خليكم معنا.